صحة العلم أساسية دائما بحياتنا وفقراتنا اليومية. الارتقاء بالواقع الأكاديمي ورفع السوية الثقافية والتوعية عبر إيجاد منصة لطرح الأفكار التنموية الهادفة كان الهدف الذي بدأ بتحقيقه فريق كريات الحمر، فريق هادف ضمن جامعة دمشق 2010. واليوم بعامنا 2020 المشروع توسع أصبح يشمل عدد من الكليات الطبية والهندسية وعدد من المحافظات السورية مثل اللاذقية، وحمل كثير من الخدمات الأكاديمية والتوعوية عم يحاول يقدمها الفريق. رح نتعرف أكثر عن هيدا المشروع مع ضيفنا وضيفتنا رانيا شعبان، عضو مجلس إدارة الفريق. أهلا وسهلا فيكي. والأستاذ أحمد البارود، رئيس مجلس إدارة فريق الكريات الحمر. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكم. يعني احمد، حاولنا شوي نحكي هيك بالمقدمه شوي تفاصيل عن عملكم، ولكن خلينا نعرف منك اكثر. فريق الكريات الحمر امتى تاسس؟ بشو بلش؟ المجالات اللي بتشتغلوا عليها؟ بصراحه فريق الكريات الحمر بلش بال2010 من دفعه بدفعات الطب البشري. بلشنا بدفعه واحده، بعدين انتقلنا لنشمل كافه كليات الطب البشري وكليات الصيدله وطب الاسنان، بعدين انتقلنا لنشمل الكليات والمعاهد الهندسيه بمجمع الهمك. هلا نحن حاليا موجودين بثلاث محافظات، محافظه دمشق واللاذقيه ومحافظه حما. بلشنا لحتى نحن ندعم علميا، لحتى نحن نقدم شيء علمي للطلاب. حاولنا نحن نقدم المحتوى العلمي بطريقه مبسطه ومنسقه ومفسره، بحيث نحن كمان نقرشفه يضل لاي طالب حابب يرجع لهذا المحتوى. كنا عم نحاول نكون الجسر اللي بيكون بين المصدر العلمي اللي هن الدكاتره واساتذه الجامعه، وبين الطالب اللي هو بده هاي الماده العلميه لحتى يدرسها ويتفوق فيها. ما وقفنا هون، كملنا لنعمل مشاريع توعويه اكثر، لنوعي بمثلا مع الاعاقه، الاشخاص ذوي الاعاقه، حاولنا اكثر نتوسع لنوعي بطلاب المدارس، اشتغلنا عده مشاريع بالمجالات التوعويه والمجالات التعليميه. وجميل انه يعني انتم شباب، يعني عم نحكي عن مشروع منه وليدة اليوم، عم نحكي عن 10 سنين مجهود كبير عم تقوموا فيه، ومجموعة من الشباب عم يحاول يكون مثل ما قلت جسر وصول لكثير من الناس، خصوصا يعني الشق العلمي. نحن مثل ما قلنا في ظروف استثنائية تعرضنا لكثير من القصص خلال الحرب، منا كثير من الناس بعدت عن العلم وصار في ظروف صعبة، هلا رجعت الحمد لله. قديش مهم هيدا الشيء اللي عم تقوموا فيه، وبعد 10 سنين هذا المشروع لوين، يعني وين صار حاليا؟ هلا نحن بصراحة بعد 10 سنين، أو خلينا نرجع لقبل، نحن بالفريق وقت يلي بدينا كنا مجموعة من الطلاب، بس قوي صوتك شوي معنا. كنا مجموعة طلاب ما عندهم غير الحماس والشغف وكمان الطموح ليتركوا أثر إيجابي بالمجتمع صراحة. بس خلينا نقول إنه مع كل تجربة نحن مرينا فيها عطتنا خبرات أكثر، عطتنا قوة أكثر تنظيم على الأرض. نحن هلا بعد 10 سنين صرنا أكثر خبرة، أكثر حكمة، أكثر تنظيم واحترافية بطريقة عملنا. نعم، يعني اليوم كمان أحمد إذا حكينا شوي عن نشاطاتكم، كمان على السوشيال ميديا انتشرت كثير أحد النشاطات اللي كانت بعنوان أو مبادرة دورها، اللي بتحكي عن مبدأ إعادة التدوير. خلينا نحكي شوي عن هذا النشاط وأهميته حاليا وقد هو مرتبط بالواقع فعليا. مشروع دورها هو آخر مشاريع الفريق، انطرح المشروع بمحافظة حما مبدئيا. المشروع انطلق من الحاجة اللي نحن لمسناها كطلاب، يعني أنا كطالب بشتري محاضرة أو مجموعة محاضرات بيضلوا عندي وما بستخدمهم السنة اللي بعدها، فهنن يا أخذين مساحة عندي بالبيت وما عم بستفيد منهم، يا أما هنن أنا عم بضطر إني أكبهم وما يعني ما حدا عم يستفيد منهم وغيري بحاجتهم 100%. فنحن انطلقنا بهذا المشروع لحتى نجمع هاي المحاضرات من الطلاب، فرزنا هاي المحاضرات لمقررات، طبعاً كنا عم نشوف هل هاي المحاضرة المقرر تبعها لسه عم يتدرس بالجامعة ولا لا، شفنا هاي المحاضرة هل هي قابلة لأنه يندرس منها مرة تانية ولا لا. على هالأساس رجعنا سلمنا هاي المحاضرات للطلاب اللي هي قدرانة تستفاد منها. طبعا آخر شيء ممكن يطلع محاضرات أو كتب حتى هي مثلا تالفة أو هي غير قابلة للاستخدام، فنحن كنا عم ناخد هاي المحاضرات أو الكتب وناخدها لإعادة تدوير الورق، طبعا نستفاد من الورق.
قد ايه جميل اليوم سلمى هي الفكره، لانه دائما بنشوف اعاده تدوير الاشياء، الملابس، الثياب، بس لما نحكي عن شق علمي اليوم واعاده تدوير مثلا الكتب او المحاضرات، مهم ومطلوب، يعني مهم ومطلوب لانه مكلفه صارت بالنسبه لطالب الجامعه، في كثير من المحاضرات مش قادر اليوم يقدر يكون يقدر يغطيها كلياتها، فهي جزئيه كثير مهمه. رانيا، انتم بتشتغلوا على اساس شقين، شق علمي وشق توعوي، وبنحكي عن الشق العلمي. انتم عم تكونوا بدوركم مكمل لكثير من الطلاب بحصص اكاديميه مكمله، خلينا نحكي عن هيدا الشق قديش مهم اليوم، وضمن يمكن الجائحه الصحيه اللي عم نتعرض لها في ظل هي الظروف. صحيح اللي حكيتيه، نحن صراحه عم نشتغل على كثير مشاريع بمجال التعليم. هلا اول مشروع واهم مشروع نحن عم نشتغل عليه هو تقديم الدعم العلمي للطلاب، فنحن عم نشتغل على توفير محتوى مجاني متاح للكل بأي وقت بيقدروا يحصلوا عليه بكافة أشكاله، سواء مطبوعات أو فيديوهات. نحن قادرين نغطي اليوم أكثر من 15 كلية بالمحافظات المتواجدين فيها، سواء طب بشري، صيدلة، أسنان، وهندسة. رقم كبير يعني، تماما رقم كبير. الكلية بتضم آلاف الطلاب. صحيح. كمان نحن عنا مشروع ريد بيتس ومشروع شير تو بي مور، نحن عم نكون وسيلة ربط بين أصحاب الخبرة والتجارب العملية وبين الطلاب، بحيث نحن عم نقدر ندخلهم أكثر لسوق العمل. كمان هدول المشروعين كانوا موجودين بكلية الطب البشري والصيدلة والهندسة المعلوماتية. ايضا كان في مشروع كثير مهم هو سكراتش فور كيدز، نحن كنا من اوائل الفرق يلي فتحت البوابه للاطفال بحيث يدخلوا لعالم البرمجه اكثر بعمر مبكر ويقدروا يفكروا تفكير منطقي. نحن كمان قدرنا بمشروع سكراتش فور كيدز نخلي المحتوى مناسب لهم بحيث يتقبلوا الشيء اللي عم ياخذوه. كمان كان عندنا مشروع كثير مهم يلي هو بهالفتره بالظروف الصحيه الصعبه اللي نحن موجودين فيها حاليا، نحن ما وقفنا عن تقديم المحتوى العلمي، فطلعنا بمشروع اسمه RBC's Peer Learning، هو تعليم للاقران. فكنا عم نعطي جلسات تعليميه متنوعه بمواضيع مختلفه، كان في طلاب متمكنين عم يعطوا زملائهم اونلاين. هي الجلسات كانت عم تتأرشف وترفع على منصات الفريق لتكون متاحه للطلاب باي وقت هن بيقدروا يستفادوا منها. طبعا لسه في كثير مشاريع بس نحن صعب ما بيكفي الوقت نحكي عنهم اكثر. اكيد هو حلو دائما يكون في تطور، وفي يعني يكون الفريق عم بيحط بباله انه شو بدي اشتغل ضمن الحاجه اللي عم لاقيها. صحيح. يعني مثل ما قالت في مشاريع طلعت من مشروع اخر شفتوها فبلشتوا. خلينا نحكي شوي عن الجانب التوعوي اليوم، كمان دخلتوا بهذا الجانب بظل هذا الوقت، وبنعرف انه حقيقة يعني الشباب لما دخلوا بالجانب التوعوي فكانوا أقدر أنه يوصلوا الأفكار بسهولة للناس. نحكي عن هذا الجانب لو صحيح. سمحت نحن بصراحة خلال 6 سنين بنينا خبرة قوية بالجانب التوعوي، انطلقنا بعدة مشاريع توعوية، أهم هاي المشاريع هو مشروع التوعية الصحية. مشروع التوعية الصحية كنا نحن عم ننزل على المدارس لحتى نوصل للطلاب، لأنه نحن نؤمن أنه التوعية لازم يبلش من سن صغير لحتى نحن نقدر نبني صح، فنقدر يعني بيبقى الجيل الكبير اسهل انه نحن نوعي. قدرنا نروح على المدارس لحتى نوعي بعادات صحيه خاطئه ومفاهيم هي ما لها كثير واضحه عند الطلاب لحتى نحن نقدر نقلبها لمفاهيم وعادات صحيحه. هذا المشروع بالذات كنا كثير عم نحاول نكون نواكب المشاكل والتطورات اللي عم تصير، يعني مثلا السنه الماضيه اذا بتتذكروا صار كثير حرائق ناتجه عن ماسات كهربائيه، فنحن كان معنا ضمن التوعيه الصحيه مهندسين طاقة عم يشرحوا كيف الواحد بيتعامل مع الكهرباء، كيف الواحد إذا صار حريق لا سمح الله فهو كيف بيقدر يتعامل مع هذا الشيء، مين بيخبر، كيف بيتصل بالإطفاء، هاي القصص كلياتها كنا مغطينها. هي بخصوص التوعية الصحية. طبعا كمان كان المحتوى عم يكون متغير كل سنة، عم يكون متخصص أكثر بيناسب الحاجة اللي موجودة بهي السنة. هذا الجميل اليوم اللي عم تقدموه، يعني محتوى بحسب يمكن البيئة والظرف اللي بينفرض عليك، فعم تكونوا متواجدين، مو إنه مثلا محددين بالشق العلمي. طبعا. حسب الجو أو الظروف اللي إحنا نتعرض لها عم تكون متواجدين. ويمكن سلمى خلال صباحنا غير عم يكون دائما معنا شباب وجمعيات وفرق كتير شبابية عم نتفاجأ بشغلهم، وبنفتخر بكل الشباب السوري على الإبداع الموجود داخلهم وعم يفجروه، لكن بطريقة كتير جميلة وصحية على أرض الواقع. هذا اللي أنتم ما وقفتوا عنده، يعني ما وقفتوا فقط عند الجامعات، حاولتوا تغوصوا بالمدارس، تشتغلوا مو شق علمي فقط، شق توعوي، لتكونوا متواجدين كمان ضمن بيئة وظروف هي بتنفرض عليكم. صحيح صحيح.
بالجانب التوعوي بالذات كمان مو ما وقفنا نحن بس توعيه صحيه، عملنا كمان توعيه بامور تقنيه ومعلوماتيه اكثر، حتى نحن يعني بعد هي التوعيه كنا نحن بنشوف الاشخاص اللي مهتمين، يعني هذا الشخص هو توعى ولكن التوعيه ما لها كافيه، هذا الشخص لازم بعد ما توعى نفتح له فرصه هو يتدرب على المفاهيم هي، اذا عجبته اذا هو لاقى لها استحسان فهو بيقدر نحن نعمل له تدريب بخصوص هي المفاهيم بشكل مجاني. كنتي حابه تضيفي شيء على هيدا الحكي؟ لا لا هيك روق. طيب رانيا خلينا نحكي شوي عن نشاطاتكم، مثل ما قلتي في عندكم كثير نشاطات وعمل لا يتوقف، يعني شوي حكينا هلا هيك سريعا عن بعض هاي المشاريع، خلينا قبل ما نختم تحكي لنا عن نشاطاتكم الحاليه والشيء اللي مستمرين فيه لبعدين. هلا نحن حاليا اخر مشاريع كنا عم نشتغل عليها هي حملات التوعيه الصحيه بالمدارس. نحن كنا يعني المدارس إلى وضع خصوصي شوي، فنحن كنا عم نحاول نراعي هي الفئة العمرية اللي رايحين لإلها، فكنا عم نجهز محتوى بيناسب هي الفئة اللي نحن عم نتوجه لها، كنا عم نجهز وندرب الكادر قبل ما نروح لعندهم، كنا مثلا إذا رايحين زيارات على مدارس ابتدائي ناخذ لهم ألعاب أو مجسمات يطبقوا عليها، كنا كمان نعمل لهم المحتوى على شكل مسرحية بحيث تسهل عليهم المحتوى. ايضا كمان نحن وقت اللي كنا نطلع بمثل مشروع سكرين اي تي كنا نطلع للمرحله الثانويه تحديدا، فكنا ناخذ لهم نظارات في ار، وكنا كمان ناخذ لهم روبوتات لحتى يقدروا هن يطبقوا يلي عم يتعلموا ويشوفوا ارض الواقع يفوتوا بهي التجربه اكثر. نحن اكثر شيء عم نركز على هدول المشروعين حاليا، وفي كمان حسب شو بيفرض علينا المحيط، شو بيفرض علينا الظروف اللي عم نمر فيها، فنحن بنشوف شو الحاجه اللي موجوده وبنبني عليها مشاريع ان شاء الله لقدام ان شاء الله. أكيد رانيا شعبان وأحمد البارودي من فريق الكريات الحمر بنتشكركم على وجودكم معنا، نتمنى لكم التوفيق بخطواتكم القادمة، والشباب هو فعلا الكريات الحمر اليوم اللي عم تنضخ بشكل مستمر ضمن ظروف استثنائية مع إبداعات جديدة. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق، وتحية أكيد لكل فريق الكريات الحمر اللي ما أنا موجود معنا اليوم بس اللي عم بيتابعنا، أكيد نعطيكم العافية وشكرا لوجودكم. شكرا كثير لكم. شكرا لكم.